جرجروه ارموه بره، مش خارج من البيت. اخاف من اللي جاي،
لا دفعت لتليله ولا اخطيه ولا مش تشريه ولا بكر للطيبين لكن ما تفرد بوزك امال يا ما حتدق على الراس يا طبول. اسمي سعيد. أول مرة؟ وأنت تهمتك إيه؟ أبداً ماشي في الشارع لا بيا ولا عليا، لقيت اتنين شحوطة بيعكسوا بنت غلبانة حلوة، خدتني الشهامة وطحت فيهم وبالبركة خرجوا الاتنين معاها مستديمة. عدم المؤاخذة أخوك بطل كاراتيه. لا ما هو باين. الله، ده مش مصدقني، ما تقولوا له يا إخوانا. حكمت المحكمة حضوريا عن المتهم صلاح عبد الراضي سليمان بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الشروع في القتل. أهرتي واخد بطاري من زمان الطريق. شرفت بيتكم ومطرحكم. هي المشروحة ناقصة قتلة؟ بتسألوا نبطش العنبر على سرايركم، يمكن ربنا يجهلكم. خش يا اخوان طهو. انا النص نبطش العنبر والدور كله طلباتكم. لا لا، السول طلب مننا نسألك على سرايرنا. عندي سريرين في المراية، الاتنين اللوكس دول. هيكلفوكوا 5 جنيه في الشهر. قلتوا ايه؟ وان كان المبلغ مش متيسر يبقوا تترزعوا تناموا في السريرين اللي في اخر العنبر جنب الكنيف دول. انت بتعمل ايه يا سيد امك انت؟ هو هناخد السريرين دول. هتدفع ولا مليم؟ واعلى ما في خيل اهلك اركبوا. تبقى انت بقى امك داعيه عليك بصحيح. انتوا هتتنططوا لي في نومتي جوه السجن كمان؟ قوم يا عرة الرجاله، قوم يا صبي العالمه وريني طولك. الكلب بقالي 15 سنه في السجون محدش فتح عينه فيا، يوم بيجي على اخر الزمن حته عيل زيك يمد ايده عليا، انا ده اخر يوم في عمرك. Hadi.
انا سعيد. وانا صلاح. وانت مين؟ مبروك عليك السكن الجديد. من الشهامة ودقة الجدعنة دقة الكفوف يوصل ما بين القلوب. من الشهامة ودقة الجدعنة دقة الكفوف يوصل ما بين القلوب. عليكم النبطش الجديد. محسوبكم صلاح عبد الراضي. محسوبكم سعيد الاسكندراني. يا معلم اتفضل يا معلم. 15 جنيه أجرة الشهر. ماشي، إنما المفروض أخد كمان شهرين تأمين، لكن معلش. هي المحروسة دي بنتك اللي هتسكن معاكي؟ أخوها الكبير جاي من السفر بعد كام يوم. بنتي أنا، اتحركي، ساعدي الراجل اللي بره في تنزيل حاجة. امشي يا بنت. كل ما تصور اني سايبكم لوحديكم، لا معاكوا حد ولا وسطيكوا راجل يحميكوا، ابقى هتجنن. الدنيا لسه بخير يا ربك ما بينساش حد. جرى ايه يا صلاح؟ انت هتفضل طول عمرك نكدي كده؟ احنا جايين نشوفك ونطمن عليك ولا هتقلب علينا مواجعنا؟ بكره ربنا يفك سجنك وترجع لنا بالسلام. وحشتنا يا صلاح. وانت عامله ايه يا امل؟ انا بخير يا صلاح، ما تشغلش بالك بيا. امل لو بتعزيني بصحيح، خلي بالك من نفسك. بكره ترجع لهم بالسلام. يلا يا اخوانا الزياره انتهت. خلي بالك من نفسك يا امل، اشوف وشكوا بخير. مع السلامه. مع السلامه يا صلاح. الهام. ايوه يا صلاح. حرام تضيعي اللي باقي من عمرك تستنيني. اول واحد يخبط على بابي اتجوزي. ومين غيرك هفكر فيه؟ انسيني يا الهام، انسيني، انا لسه قدامي سنين طويله. هستناك يا صلاح، هستناك. ده انت كل اللي ليا في الدنيا دي. ما قلتليش يا سعيد كنت بتشتغل ايه قبل ما تدخل السجن؟ ما قلتلك بطل كاراتيه. ياض ما تتنططليش ورد على سؤالي، كنت بتشتغل ايه بجد؟ كنت تاجر اي حاجه قطاعي، ولولا قله البخت كان زماني زي بقيه العيال الساعه اللي بداوا معايا. عارف كلهم دلوقتي عندهم مشاريع واراضي، واحد منهم عنده شركه توظيف اموال. بس تقول ايه للدنيا بقى؟ مدياني ظهرها على طول. قله بخت ابو صلاح. معقول؟ مين يا امل؟ دي الهام يا امل. تعالي الهام، تعالي خشي. يلا يلا. بسم الله بسم الله. خدي يا رحمن الرحيم. دول كام حتة قماش تفصليني زي كل مرة وعلى أقل من مهر. وخذي أدي كمان حسابهم وقال. أنا نفسي أعرف بتعملي إيه بالهدوم دي كلها؟ يا بنتي ده أنا لسه مفصلالك شي وشويات. أهي بترزق، جوزي بيتاجر فيهم وبنطلع لنا منهم بحسنة. مش كان واجب تجيبيه مرة معاك نتعرف عليه، ولا عشان ما إحنا على قد حالنا؟ ما تقوليش كده يا خالتي، جوزي راجل من تبنى
وغلبان وعلى قد حاله. ادوها شاي بقى وادعولي. دوري دوري ولفي ودوري ولفي دوري يا حياة دوري بينا وبلاش بقى من اللوم ده وخفي وزي ما بنحبك حبينا. أحلامنا تقصر ليالينا أشواقنا تهون أيامنا وأملنا يرفرف حوالينا وأدي المستقبل قدامنا إنما بقى مش طايلة كفي. دوري دوري ولفي دوري ولفي ودوري ولفي دوري يا حياة دوري بينا وبلاش بقى من اللون ده وخفي وزي ما بنحب حبينا. يا رب الطف بنا وبناسنا وكسر وسواسنا في صدورنا يا ما نفسي نعيش رافعين راسنا ولا ان زماننا يغدرنا ويا عيني مالك بتدرس اسمع الافراد حنف القبهة فيصل المليجي فتحي يوسف حامد الشرقاوي صلاح عبد الراضي كبار ابو صلاح سليمان ابو زيد أو بالك مصطفى عبد السلام. كله تمام. هتوحشنا يا صلاح. تحب استناك لما نخرج سوا؟ على ايه؟ نسير الحي يتلاقى. هو كلها كم اسبوع وحصلك ده ما رجعتلكش قبل ما تخرج انت. حد عارف الدنيا بيجرى فيها ايه بره؟ ما بلاش اللون ده من اولها. حب الدنيا تحبك. هستناك ابو مخ طايق اول ما تخرج تجيني على القهوه اللي قلتلك عليها. وانا يعني هروح فين؟ انت عارف اخوك مقطوع من شجره. ربنا يهون في الايام اللي هقضيها من غيرك يا صلاح. اشوف وشك بخير. مش نفسي في حاجه قد اكله حلوه من ايديك. الف هنا وشفا يا طنايا. بكره من بدري هنزل اجيب لك كيلو لحمه تبر بيه نفسك. كيلو لحمه بحاله يا ام صلاح؟ مش خساره فيك يا عينيا، ده الودي ودي اذبح لك ذبيحه، مش كيلو لحمه باتنين تلاته جنيه. خد يا امه فكي نفسك بيهم لحد ربنا ما يسهل. خلي عمرك يا ضنايا مستوره والحمد لله. انزل انت بكره هات لك هدمتين وتفسح لك شويه. ما تقلقيش يا امه، ان شاء الله بكره هروح للاستاذ كمال الترزي واشتغل عنده. كيلو اللحمه بقى ب 12 جنيه مش بتلاته يا ام صلاح. امل بتشوفي الهام؟
يعني ما رديتيش عليا. الهام اتجوزت يا صلاح. ما تاخذنيش يا صلاح يا ابني، انت صلاح يا كويس، تربيت عندي هنا في الورشه. انما ايه يا اسطى؟ زي ما انت شايف الحال، مش هو والجاهز مغرق السوق وموقف عني. انا مش هدقق على اليوميه يا اسطى، اعتبر الدنيا زي ما هي ما غليتش، وهاخد اليوميه اللي كنت باخدها زمان. طب ما تشوف لوستك ايه الابيض. رحت له، ما خليتش حد ما رحتلوش، كلهم قالوا لي نفس الكلام. ربنا يفتح عليك. كم ودي؟ شكر يا اسطى. السلام عليكم. سلام. بتفكر في ايه؟ في الهم اللي احنا فيه. هم لما يلمك يا ابن عبد الرازق، بقى ده لفظ تقوله الواحدة واقفة جنبك زي القمر، وجوه زي ده. من غلبي ومن اللي انا فيه؟ اهو على يدك بطلت شرب سجاير وشاي، وباكل طاقة واحدة في اليوم، وبرضه مفيش فايدة. لا عارفين نتجوز ولا ننام في حتة. انا مستعد اعيش معاك على حصيرة. ماشي، بس الحصيرة دي هفرشها لك فين؟ هنا على الكورنيش؟ ولا اشوف لك أوضة في قرافة هتويكي فيها؟ تويتك على فريق الأرض يا صلاح. ما الجمال ده كله تسكنه في تربة جوه حوش. حقك عليا يا ستي، من بكرة هسكنك في شقة على النيل. وهي الستات اللي ساكنة في شقة على النيل تزيد عني في إيه؟ يا إلهام أنا بتكلم جد، إحنا مبقيناش صغيرين والعمر بيجري. اللي زينا دلوقتي عندهم ولاد في المدارس. بكرة تفرج يا صلاح. إمتى وإزاي؟ أنا لا أعرف إمتى ولا إزاي، أنا أعرف حاجة واحدة بس، إني بحبك وأنا بموت فيك. اسمي سعيد. يا ابن الكلب. ازيك يا صلاح؟ ازيك يا سعيد؟ الله يخليك. عامل ايه؟ ملبخة معايا على الاخر. الفلوس اللي خرجت بيها من السجن فلساعد، واخوك بقى على فوض الكريم. ربنا يطمنك. اخدها انا بقى من قصيرها وارجع السجن تاني قبل ما حد ياخد مكاني. انت بتقول فيها؟ قال له في السجن كنا ضامنين نومتنا واكلنا، لكن هنا يا عالم هنلاقي لقمتنا بكره ولا لا؟ انت هتسودها في وش ليه يا ابن عبد الراضي؟ طب والعمل؟ واحده من اثنين، يا تلاقي خاتم سليمان يا بير بترول. يعني مفيش فايده بصراحه. لا. وازاي امك واختك؟ مش قادر اروح اشوفهم، اروح اشيلهم هم على همهم، اقسمهم فرشتهم ولقمتهم. نسوان تصرف عليها يا سعيد. يا صلاح يعني مش هتطمن عليهم؟ اما ربنا يفرجها بروح اطمن عليهم. انا بحمد ربنا يا عم ان انا لا ليا حد اسال عليه ولا حد يسال عليا. يلا بينا. على فين؟ هنوصل لواحد اعرفه معرفه قديمه، بس ربنا فاتح عليه ما تفهمش ازاي، او يمكن يتوينا ولا يلاقينا شغلنا. يلا بينا. يلا. سلام يا ريس. سلام يا باشا. قوم يا حبيبي، قوم يا اخويا، قوم. قولوا يا هادي. يلا اتفضلوا، العربيات وصلت، عايزين نفرغها. اتفضل يا حبيبي ما تتوطعليش. يا مهول الاحمر زماننا حاله مال، والدنيا لابه شمال، واللي معاه المال بطل ولا عمال. يا مهول انت حبيب كتفي بكتف زميل، بس الكتاب بتميل وانفكت الصاميل بالجوع وبالإهمال. يا مهون الأحمال، يا مهون اللي حمول، حكم بدفاء مشمول وعمل لنا معمول، بكرة اللي كان مأمول مش جاي بلا رسمال. يا مهون الأحمال، يا مهون الأحمال، زماننا حاله مال، والدنيا لابة شمال. يا مهون الأحمال، يا مهون الأحمال. ايه اربط اطلع هو يلا. عشرة ايام على الحل ده، مش
كنا فضلنا في السجن احسن. شوره شورتك يا فقري. انا كمان تعبت والناس تقل خيرها وبركتها. محدش بيرضى يبص لنا، واللي بيعرفك يديلك ظهره. تقولش محدش دخل السجن في البلد دي غيرنا. او لما انتوا مش قد الشغلانه بتشتغلوها ليه؟ ما تفز يا اخويا انت وهو، قوموا فرغوا العربيه اللي بعديها بلاش تلعب عيال. جرايه يا شوقي يا اخي، وصلت خلع من الشين الحط حرام نفتح يعني؟ اللي عاجبه كحل يتكحل، واللي مش عاجبه الباب يفوت فيل. بطل يا جدع انت ولم تعابينك، انا مش ناقصك. انت بتدور فيا قط؟ وابوق فين اللي خلفوه؟ اهدى بالصلح وهات يا جبايل. بلاها ده بلا زب، انت راجل كبير وما عندوش دم. انا قط كبير وما عنديش دم يا خريج الشغل يا بتن. خليك بعيد انت. ابو صلاح ده ولش ياكل 10 سكيخ 20. النهار اللي خلفوك دين. كده هنرجع الشارع تاني يا ابو صلاح. ادي الله وادي حكمته. واحنا نايمين على الارض هنجوع، واحنا بنمتى كلنا شبعانين. انا الحين بدل اللي بنعمل فيها ضربك افرجها، المهم ما حدش يدوس على كرامتنا. يعني اضرب اضرب يا روح ما بعدك هو خد. ايه خلاص مفيش خشع؟ هي دي زول يا سعيد بقى، انا متويك ومتوي صاحبك، تيجوا تتطاولوا على رجالتي؟ بقولك ايه، اللي عنده كلمه يلمها. ما تقعد يا ياض وتتكلم عدل. انا اتكلم زي ما انا عايز. يمين بالله يا معلم رجب، احنا مظلومين، هم اللي اتحرشوا بينا الاول وتقلوا علينا العيار. تقوموا تضربوهم؟ هي دي اصول الجدعانه؟ وهي اصول الجدعانه برضه انك تشغل صاحبك شغلانه زي دي عتال. البن مال عايز يشتغل ايه؟ انا مخي ودراعي يكسبوني ذهب، ياكلوني الشهد، يلبسوني الحرير. يلا سعيد ترزق في حته تانيه. استنى، تحب تاكل شاهد وتلبس حرير في حرير؟ محدش يكره النعمه. قلبك جامد. الجوع والفقر خلوه حديد. حس كده بقى اقعد. ما تقعدوا امال، خلينا فهمكم تعملوا ايه. دولار يا بنت، دولار ياك ريال دينار. طب يا ابني يا بنت شيل النمساوي. دولا يا بيه خش جوه عالم غوى فقر، خليهم يمسكوه. عليا النعمه شبه الفرنك الفرنساوي. دينار يا بيه ريال درهم الامارات. طب اي عمله؟ انت ايه اللي بتنيله ده؟ ايه في ايه؟ مش تميز يا بني ادم. إيه؟ ده مدير البنك. شكله مسلوق في عمله. صلاح يا صلاح. ضيع العطر ليه ده؟ مقاطعك من جوه مع مبلغ كويس عاوز اغيره من عينيا. ممكن تنساش حسين تنور بيدي جوه؟ لا طبعا. امال ماشي. المبلغ قد ايه؟ 50,000 دولار. ما انا قلت لك قبل ما تخش تعالى. بقاله يجي شهرين ما سالكيش عني. سالني اول ما وصل وعرف. عارف ان انا اتجوزت؟ كان لازم اقوله عشان يريح نفسه، كفايه عليه اللي هو فيه ده. زي الغرقان اللي مش لاقي حاجه يتعلق بيها، بنشوفه يوم ويغيب 10. وانا جايه في السكه كان قلبي بيدق، كنت خايفه اقابله، لكن كان نفسي اقابله. بقيت محتاره مش عارفه اقابله ازاي، اقول له ايه. مش عارفه اذا كنت انا اللي ظلمته ولا هو اللي ظلمني معاه. الهام، انت لسه بتحبي صلاح؟ انت اكيد اتجننت، جرى لمخك حاجه. انت خايف من ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. سيبني يعني؟ ما عادتش تفرق يا عم سعيد. لا تفرق يا صلاح، وبصراحة بقى أنا مش عايز أتسجن تاني.
وسكتنا اللي ماشيين فيها دي اخرتها وحشه، ما بيضاش فيها الا الصغير اللي زيي وزيه. عارف يا سعيد، ان كان مكتوب عليا تسجن تاني يبقى مش هتسجن قبل ما احقق كل اللي نفسي فيه. ونفسك في ايه بقى ان شاء الله؟ نفسي انام على سرير طري عليه ملايه نظيفه، نفسي البس، نفسي اكل لحد ما اشبع، نفسي ادخل على امي واختي واقول لهم ما تقلقوش، خلاص ما تقلقوش، نفسي في يوم انام وانا مش قلقان وخايف من بكره، نفسي القرش يجري في ايدي، القرش يجري في ايدي لحد الكبار ما يعملوا لي حساب قبل الصغيرين. كان يوم اسود يوم معرفتك يا صلاح يا ابن عبد الراضي. اسمع كلامي وتعال نشوف لنا لقمه تعيش حلال في حته تانيه. انت عارف عيبك الوحيد ايه؟ انك جبان وزنان، وانا لا بطيء الجبان ولا زنان. خلاص يبقى كل واحد فينا يروح لحاله مع الف سلامه، والقلب ده عيله. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ ما تعرف هتيجي معايا ولا تقول في 60 دقيقه كده يا صلاح؟ وانا اللي فاكرك صاحبي اللي ماليش غيره في الدنيا. ده من عاشم يا سعيد. خلاص بقى ما تزعلش مني، يلا تنسى الخوف عشان نقدر نعيش. يلا يلا بينا نروح نشوف المعلم رجب عايزنا في ايه. وسولم حينيل ايه بصلاح وسعيد؟ يخلص عليهم يحرقهم بجاز، دي ضربه العمر يا شاوي. يعني هنفضل لحد امتى نشتغل لحساب زهدي؟ كفايه بقى، ده كنس ملايين على قلبه من ورانا. ايوه بس زهدي بيه ده نابو ازرق مساك، مش معقول هخش عليه المرعوب ده. ما تقلقش، انا فهمت ان عندي زبون طالب مليون دولار لاعلى سعر، وهيبعتهم دلوقتي حالا مع مغاوري. حلو. وبعدين قدام مغاوري هنسلم صلاح وسعيد شنطة الدولارات عشان يروحوا يسلموها ويجيبوا المصري 2 مليون وشوية. حلو. وصلاح وسعيد هياخدوا الشنطة اللي فيها الدولارات ويروحوا لسويلم ورجالته، ما يخليهمش على وش الدنيا. عيال ورالات الأصل يا زهدي بيه، عيال طمعوا بالفلوس يا زهدي بيه، دنيا ما عادش فيها أمان يا زهدي بيه. الله ينور عليك يا حبيبي. احنا جينا حسب الميعاد يا معلم. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا سعيد؟ صافى يا لبن يا صلاح؟ حليب يا قشطة يا بشو. الدولارات يا معلم راجب. طبعا انتوا عارفين هتعملوا ايه، هتسلموا وتستلموا، وعايزكم برضه وشي بقى قدام زهدي بيه. انا لسه قايل له فيكم قصايد شعر، ربنا يقدرنا ونبقى قد قولك يا معلم. فتحوا عينيكم كويس ورجعوا بسرعه عشان احللكم بقكم. خيرك سابق يا معلم. ربنا يعلم انا بعزكم قد ايه. غيرت رايك ليه يا شوقي وجاي معانا؟ عشان انا قلبي طيب، وبعدين دي اول مره ليكوا ويتخاف عليكوا. فيك الخير، هو لسه فاضل كتير. البيت جوه العزب، خلي بالك وقف هنا واحنا نكملها ماشي. بس وقف. قاعد مستني ايه؟ لا انا ماليش في اللعبه دي يا صلاح، روح انت. لا يا حبيبي ده لنا عيال بقى. قول اللي تقوله يا روح، ما بعدك روح. يا جدع ما تبقاش جبان. انا جبان وستين جبان. انا مش منقول من مكاني. سيبك منه يا صلاح، يلا بينا. طب بس اجيب منه سجاير احسنها معيش. لو اتاخرت اكتر من ربع ساعه انت عارف هتعمل ايه. خلي بالك من نفسك يا صلاح. يلا يا صلاح، الناس مستنينا. ما معاكش سجاير. معانا السؤال موجود؟ اتفضلوا. اهلا بالرجاله. اهلا يا معلم. المعلم سويلم. صلاح عبد الراضي. اتفضل.
كيفك يا عم صلاح؟ نخلص الشغل الاول. ماشي، ناوينا الدولارات الاول اشوف المصري. ما تقلقش، موجودين وفي مكان قريب كده. هتبقى بتلف وتدور يا معلم. انت بتخوننا يا صلاح. انا ما امنش الواحد ما اعرفوش، عشان ما تضيعش وقتك ووقتي اشوف فلوسك. انت منين يا عم صلاح؟ ودي تفرق في ايه؟ اه نتعرف. هتعرفني لما تتعامل معايا. وقعت يا انصل الوز. بسرعة يا حبيبي، لحسن الواد صاحبه مستنيه على اول الحسبة. ما تخافش، هنخلصك منه هو كمان. هي مالها مزرجنة ليه كده؟ عارف يا اخي ده انت. انا شايف بعين الدولارات وهي في الشنطة. راحت فين؟ اضحك عليك هتخف. ده انا شايف الدولارات يا حبيبي. ما كان شاكك فيك يا حمار. ولا الدولارات فين؟ ولا انت قاعد وارحم نفسك. وديت الدولارات فين؟ دول مليون دولار. يالا تكونوش فاكرين ان كنتوا جايين تنصبوا عليا زي ما كنت هنصب عليكوا. هي دول اللي جرى فيها يا اخوانا. انت انت هات انت نجوم السما اقرب لك من مليون منهم. ولو انكتب لي عمر جديد هدفعك الثمن غالي يا عره الرجاله. كريمه طب هات له عينه من اخرته. قبل ما اخلص عليك. وديت الفلوس فين؟ المرة الجاية هدفنها في عينك. صلاح مع سوله من كلب. ازاي كتفك دلوقتي يا سعيد؟ سيبك من كتفي دلوقتي،
احنا ايه اللي بنهببه ده؟ السكه اللي احنا ماشيين فيها دي سكه سوا يا صلاح. احنا ايه اللي يخصبنا؟ خايف يا سعيد؟ ابقى كذاب لو قلت لك لا. بينا نهرب يا صلاح قبل فوات الاوان. احنا معانا 2 مليون مصري واكتر، عايزين ايه اكتر من كده؟ هيجيبونا من تحت الارض. مين عارف الفلوس دي بتاعت مين؟ اكيد وراها ناس كبار ايديهم طايله، ما نعرفش هم مين ولا عددهم قد ايه. تاخد شط ميه؟ بينا نركب. افهم من كده ان المبلغ طار وبالسهوله دي؟ وانا بايدي ايه يا سعاده البيت؟ الدنيا ما عادش فيها امان، والخال كمان اتملى عيال صيح ولاد حرام مالهمش في الاصول. ده انا هتجنن، واللي هيجنني اكتر الواد شوقي اللي انا بعت وراهم هو كمان فص ملح وداب. طب اهدى يا راجل، اهدى امال. اهدى ازاي يا سعاده البيت؟ يمين بالله العظيم اللي انا قلب عليهم الدنيا هو مبلغ شويه. فداك يا رجب. نعم بقول لك فداك. فداك يا رجب، ما تشيلش هم العيلين دول، هجيبهم لك ومعاهم الفلوس كمان. مانو. نعم. المطلوب بسرعه. مساء الخير يا معلم رجب. دولاراتك يا زهدي بيه. وايه اللي بيحصل ده؟ يمين الله ده ملعوب من ولاد الابارسه دول عشان يوقعوا بيني وبينك. ما صدقهمش يا سعاده البيت، ده انا طول عمري حاطط رقبتي على كف عفريت عشان ارضيك. يجي عيلين زي دول على اخر الزمن يوقعوا بيني وبينك؟ دول كدابين يا بيه، دول كدابين كدابين. ودول كمان كدابين يا معلم رجب. ابوس رجلك يا سعاده البيت، غلطت يا سعادة البيت، ارحمنا يا بين ايديكم، مد ايديكم واغرفوا منها، تحطوا يدكم في ايدي اعدي بيكم كل خطوط الفقر. تشتغلوا معايا؟ انا بره اللعبه صلاح، الله الغني عنه. دخول الحمام ازاي خروجه؟ انت دلوقتي جوه الحمام وبتتليف كمان. مش سكتنا صلاح، يا ريت كان بايدينا كنا عايشنا في امانه الله. ده مقدر ومكتوب يا سعيد. قلت ايه يا صلاح؟ من تعبي من الدنيا حاطط عمري على كفي، ببيعه للي يقول انا شاري. وانا شاري يا صلاح، انت صنف بدور عليه من زمان، ابره وسط قش. تشكر. وانت يا سعيد؟ هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ بس انا جعان قوي. ها
هعشيك وسهركوا في احلى مكان، بس الاول تنزلوا كده كل واحد يشتري كام بدلة اخر عيافة، لانكم النهاردة محسوبين عليا من رجالتي. معقولة يا صلاح هلبس بدلة على اخر الزمن؟ اللي مش معقولة يا سعيد انك هتاكل 3 طقات في اليوم وجيبك هيتملي فلوس وهتنام على سرير في اوضة لوحدك. سلامتك لولا. بسرعه يلا اشتري البدله اللي قلتلكوا عليها، السهره اللي ليله الصبح. مساء الخير يا ام. يا امل، معقوله؟ معقول انت صلاح اخويا؟ انا مش مصدقه عينيا. ايه مش باين عليا العز والنعمه ولا ايه؟ بقى معقول انا ليا اخ بالوجاهه والسياكه دي كلها وانا مش دريانه؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ ولا حاجه، اتصالحت معاها. تعالي يا ام تعالي، انا جايب لكم كل اللي نفسكم فيه. فاكهه من الحلوه مش بتاعت التسعيره، ولحمه، لحمه بحق وحقيقي اهي، الكيلو ب 18 جنيه والله غير البقشيش. ودي جبنه ولانشون وبلوبيه وجبنه تاني ومكرونه، كله مستورد. حتى العيش الابيض جبته لكم بدل العيش الاسود ابو مسامير. امل، انا اول ما افضى هاجي اخدك وانسى اشتري لك كل اللي نفسك فيه. وانت يا حاجه، اني الاوان بقى تقلعي الجلابيه السوداء اللي طول عمري بوع عليك لابساها. من هنا ورايح ما تشيلوش هم الفلوس، العانوا الفقر بعلو صوتكم. اه خد يا حاجه. جبت الفلوس دي منين يا صلاح؟ دي فلوس يا اما، انا اشتغلت وبقيت راجل اعمال كبير ولسه هاكبر واكبر. حيلك حيلك يا ضنايا، ده انا امك خبزاك وعجناك، تكونش يا واد صدقت نفسك وعايزني اصدقك؟ شوف اللي في وشك ده، سرقت ولا قتلت؟ جبت الفلوس دي منين؟ هي اللي هو ما في ايد اليتيم عجبه؟ انا لا قتلت ولا سرقت، ما البلد مليانه فلوس، لما الفلوس تجي لي انا يبقى حرام. انت ليه مش عايزه تصدقني بقيت راجل اعمال؟ ازاي؟ ده انت حتى ما بتعرفش تقرا اسمك. انا شقيت وتعبت عليك انت واختك بعد ابوك ما طلقني وسابنا، كنت انت لسه بتزحف واختك كانت في اللفه، وقفت قدام الدنيا كلها عشان اربيكوا احسن تربيه، اخرتها تدخل عليا بفلوس حرام. يا اما حرام اللي بتعمليه ده، حرام. ما تكلميها يا امل. هتكلمني تقول لي ايه؟ ابنك رجع لك ببدله بيضه وجيوبه عمرانه بالالوفات، خديه في حضنك وافرحي بيه. لا، اهون عليا موت انا وبنتي من الجوع، وانا بديش ايدي على قرش حرام تدخل عليا بيه. يا اما المعده الجعانه ما بتفرقش بين اللقمه الحلال واللقمه الحرام. بره، اطلع بره بيتي، ابعد عني وعن بنتي بفلوسك الحرام، بره. صلاح، صلاح صلاح، ما سيبناش يا صلاح. امك الفقر تملك من دماغها، ما عادتش بتميز. معلش يا اخويا معلش، احنا محتاجين لك، ده انت راجلنا. هم ايه اللي احنا فيه ده بس؟ قطعتوا قلبي يا جماعه. خد المبلغ ده خليه معاك الوقت زن اصرفي منه، وانا هبعد عليك من وقت للتاني. انت بتنايل ايه؟ وجيه اخوك مش كده؟ ارد بسدير، ارد بسديري. كداب يا صلاح يا ابن عبد الراضي، الولاد حكتلها، حكيت لي والله العظيم ده حكيت لي. مش بقول لك اخوك في حاجه بتشد الحريم؟ ده بس من خيبتك، يلا نجرب. قال ارد بسدير يا إيه. انا اللي مش عارف انت طالع شبه مين، مع ان اختك حلوه قوي. حسك عينك تجيب سيرة اختي على لسانك مرة تانية. الله، انت زعلت ولا ايه يا صلاح؟ اسمعني كويس يا سعيد، امل اختي مش من طنطك ولا من طنطي، ولا عمري هسمح في يوم من الايام يكون لها علاقة بواحد زيك او حتى زيي. انا ما اقصدش ومعزتك عندي يا صلاح، ما اقصد حاجة.
تزعلش منها سعيد، انت ما تعرفش امل بالنسبه لي تبقى ايه. اشرب واضحك وعيش صحتك. بكره تبقى زي الجماعه الزواج دول وتلعب بفلوس لعب. شايف الترابيزه اللي هناك اللي عليها جدع التخين ده؟ حساب الترابيزه دي ليلاتي 3000 جنيه. هو برضه من اخواننا بتوع العمله؟ ابن عمه تاجر مخدرات. وشايف الجدع اللي هناك ده؟ ده موظف حكومه غلبان مرتبه 116 جنيه، ومعاه ما يقلش عن 2 مليون جنيه. اكيد دخل جمعية محوشهم. ده لا داخل جمعية ولا محتاج تحويش، بيصرف وبس. شغال في قسم التراخيص. اما اللي ورايا ده بقى ماله؟ ده الاخر ده واد رايق قوي، شايف نفسه وشايف اللي حواليه. واخد قرض من البنك ب 10 مليون جنيه بضمان مشروعات وعمليات وهميه، مقربهم كلهم للخارج. مستني بس اول الجو ما يهدى هيطير وراهم. هو ده اللعب بالبيضه والحجر. بس اللعب ده ليه اصول وبنود. البند الاول انك تحط في اعتبارك دايما ان اللي بيلعب معاك هو كمان طماع. والبند التاني تعيش على قدك وتعمل حساب خطوتك. برافو يا الهام، تعلمت السرعه. الشمبانيا يا زلمه. ازازة تمنها كام يا صلاح؟ 250 جنيه. ما تخافش انا اللي هدفع الحساب. انا عايز ارقص. انا لو رقصت رقص زي دي هتجيلي سكتة قلبية. ممكن ترقص معايا؟ ما تقوم ترقص معايا يا صلاح. قوم يا اخي ارقص بدل ما تجيبها لنا غم. خايف من ايه يا صلاح؟ قوم ارقص. صلاح ما تقساش عليا قبل ما تعرف الحقيقة. أنهي حقيقة يا برنسيزة؟ صدقني أنا ما اتجوزت الزهدي عشان طمعانها في فلوسه، ده أنا ضحيت بنفسي. ضحيتي بإيه يا بنت عم مرزوق؟ أبوك ربنا يمسيه بالخير طول عمره بيلبس الجزمة من غير شراب. ضحيتي بإيه فاهمين؟ بالمرتبة اليتيمة اللي كنتوا بتناموا عليها بالدور أنت وإخواتك؟ ما رحتش لبيتي صلاح، هو ده السبب اللي خلاني أتجوز زهدي. كان لازم اشتغل واشتغلت عند زوجتي. لما شافني قعد يطاردني بفلوسه وسطوته، نقلني انا واهلي من خيمه لشقه ليها باب. لما استعصيت عليه طلب ايدي ما قدرتش ارفض. حاسه ان انا برد له جميل، انا وافقت بس مش عشاني، عشان اخواتي. بس ربك والحق، بيعة كسبانة. صلاح وانا فكرتيش فيا؟ ما خدتش عن بالي لحظة. صدقني هي دي الحقيقة. كنت بحلم اني اشوفك قدام عينيا يوم خروجي من السجن، حتى وانا في زنزانتي ما كنتش بشوف قدامي غيرك. كنت دايما اقول لنفسي الهام زمانها صاحية بتفكر فيا، الهام زمانها نايمة حضنة خيالي. وانا من هبلي كنت بحلم اني واخدك بين دراعاتي. ما تظلمنيش، انا الوحيد اللي اتظلمت عشان كنت بحلم في زمن ابن كلب ما يحلمش فيه غير قليل الحيله. مش انت صلاح اللي انا حبيته؟ يبقى اتفقنا، لا انا صلاح اللي انت عرفتيه ولا انت الهام اللي انا عرفتها. ارقصي فقاري يا بنت عم مرزوق عشان تنسي. ما تشرب يا سعيد. صحتك يا زوجي. ايه
جاهز؟ طبعا. هات 20 باكو امريكاني، دول تمنهم ومعهم حسنتك، واي مبلغ يجي لك من دلوقتي لحد ما عاد فتح البنوك اشتريه باقل قرش. سلام. ماشي. اتكل على الله. يا دنيا ودور يا دنيا، نامي في كفي ولسه ما دفي، خطوتي رش طريق لونيا، دوري ولفي ودوري ولفي، لفي يا دنيا ودور يا دنيا، نامي في كفي ولسه ما دفي، خطوتي رش طريق لونيا، العالم على مد الدين، والدينار والين عبيدي، والدولار الاخضر ده سيدي، وابو مدنا ده بك يابسك سونيا، لف يا بليا ودور يا دنيا، دوري ولفي، دوري ولفي ودوري ولفي، لف يا بليا ودور يا دنيا، ناهي في كفي ولسه ما زفتي، خطوتي رش طريق لونيا، عالم منظره دنيا مظاهر، والناس مالهاش الا الظاهر، فالظاهر فيها ما هو الظاهر، انها دنيا صحيح ملاخونيا، انفيا بليا ودور يا دنيا، دوري دوري ولفي، دوري دوري دوري. صلاح عبد الراضي السن، السن 35 سنة، اتحكم عليه بالسجن 7 سنين بتهمة الشروع في القتل، افرج عنه من سنة، وفي الفترة القصيرة دي وبمعاونة زهدي قدر يبقى واحد من كبار تجار العملة. تحرياتنا بتقول انه ما اكتفاش بتجارة العملة، نزل سوق المخدرات ونشاطه ممتد لكل الممنوعات بكافة اشكالها وانواعها، ذكي، مراوغ، شرس، ميال للعنف ايضا، بيخفي نشاطه الحقيقي وراء نشاط تجاري مزيف، معرض سيارات، شركة استيراد وتصدير، شركة لتوظيف الأموال، أشياء من هذا القبيل. عم محمود، القهوة بتاعت صلاح بيه بسرعة. ألو، أنا إلهام يا صلاح، أرجوك أنا عايز أتكلم معاك. الظاهر حضرتك غلطانة في النمرة. ازاي صحتك دلوقتي يا عم محمود؟ الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. والأولاد عاملين إيه؟ بيبوسوا إيديك يا سعادة البيه، وليل ونهار في سيرتك بالطيب، دخيلك مغرقنا من راسنا لرجلينا. ما تقولش كده يا عم محمود، ده انت في مقام والدي وصاحب فضل عليا وعلى امي واختي، ده انت عشرة عمر. ربنا يخليك لينا يا سعادة البيه. بس امانة يا عم محمود، ولادك يكملوا على امي، وكل اللي هيحتاجوه انا سددت. استنى خد ده، ده كتير يا سعادة البيه. امسك يا راجل عجوز. كام النهارده؟ 240. اسمع، اشتري كل اللي تقدر عليه من السوق، اشتري كل السولد اللي حلتنا، الكاش واللي في البنوك. ايوه صلاح، بس ده غالي قوي. اسمع بس اللي هقول لك عليه، الشهرين اللي فاتوا الحكومه مسكت كام شحنه كيف، واحنا داخلين على عيد، المعلمين الكبار هيبتدوا يلموا العمله من السوق عشان يسددوا بيها ثمن البضاعه اللي بنزلوها دايما في الاعياد. اجمع كل اللي تقدر عليه وما تبيعش لما اقولك. انا اتفقت مع زهدي بيه على كده. ده احنا على كده هنجمع فوق المليون بالبركه، نشتري منهم حصتنا والباقي نبيعه لاي تاجر عمله تانيه ونطلع بحسنه تانيه، ومين عارف يمكن الحكومه تعوم الجنيه
وساعتها بالقليل الدولار هيبقى بتلات اربعة جنيه. يا سلام على دماغك يا ابو صلاح، تتلف في سجارتين. اديني سجارة منه. يلا الغير جو. صلاح الهانم تؤمر بحاجة؟ انا كنت عايزك في كلمتين، ما تقلقش مش هعطلك. طيب استأذن. اتفضلي تحت امرك. صلاح ارجوك تفهمني. لا مفيش سبب يخليني اصدق انك تبيعي نفسك لواحد زي زهدي. وانت زيد عنك ايه؟ انت كمان بعت له نفسك. لا يا برنسيسة، زهدي بالنسبة لي مش اكتر من حيطة تسند عليها لحد ما اقف على رجليا وابقى صلاح عبد الراضي. اللي هينحني قدامه زهدي، وكل اللي زي زهدي هينحنوا قدامي. صلاح انت ما كنتش كده، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي غيرك؟ الفقر اللي زلك هو اللي غيرني. الفرق اللي بيني وبينك اني عارف نهاية الطريق كويس بس مجبر امشي فيه. انما انت استسهلت يا برنسيسة. انت اللي قلت لي اتجوزي، بس ده مش وقت العتاب. صلاح لو لسه ليا معزة عندك ابعد عن زوجتي قبل فوات الاوان عشان خاطر. يا صلاح انت خايفة عليه ولا عليا؟ خايفة عليك يا صلاح، مش عايزاك تبقى زيه. زهدي مية مالحة ما ترويش عطشان، طاعون منين ما يمشي الموت يمشي حواليه. عشان خاطر يا صلاح ابعد عنه. لسه بتحبيني يا إلهام؟ بحبك يا صلاح. مالك مش على بعضك ليه؟ خايفة منه؟ اخرتها يا صلاح. المفروض انا اللي اسألك. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اتصرف ازاي. ساعة ما رجعت وشفتك وانا لا بيجيلي نوم ولا حاسة براحة، زي ما كنت تايهة. انا محتارة يا صلاح. ايه ناوية تتخلي عني تاني؟ انا عمري ما تخليت عنك، انا لسه بحبك. يتحرق بجاز، زهدي سرقك مني، اشتراكي بفلوسه. انت ليا انا يا الهام، ليا انا. اوام نسيت يا الهام. ارجوك يا صلاح لو صحيح بتحبني قولي ايه الحل. الحل بيدك انت، اختاري يا انا يا زهدي. انا خايفه عليك منه. لا زهدي ولا مليون زيه يحركوا شعره من راسي. انا مستني كلمتك انت، يا انا يا زهدي. ازيك يا صلاح؟ زي البومب. مش فاهم، مش هنفرح بيك قريب، مسألة وقت مش أكتر. بس على الله تكون عرفت تختار. أنا اخترتها من زمان، من زمان قوي. بتحبها؟ أنا مش ممكن أتجوز واحدة إلا إذا كنت متأكد إني بحبها وهي كمان بتحبني. ولا ايه رايك يا الهام هانم؟ الهام صلاح بيسالك عن رايك. ساعات كتير بنحلم وبنتمنى، مش كل حاجه بنحلم بيها وبنتمناها بتتحقق. انا عن نفسي لا بحلم ولا بتمنى، انا عارف انا عايز ايه وايه اللي محتاجه من الدنيا وهحققه. خلي بالك الدنيا ممكن تورطك وتديك اكتر من اللي انت محتاجه. لحد دلوقتي الدنيا مديونالي بكتير. يلا نمشي انا تعبانه. انت فعلا تعبانه يا الهام. الحساب يا متر.
كان نفسي تكون معايا وتشوف الوليه. خرجت بالبضاعه زي الحلاوه وفضلت تلطش كلها لحد ما ركبوا التاكسي والجدع بتاع عطشه افرجوا عنه وهو مرمي في اللوكانده. صعبان عليه منك قوي انك انت رميته لحد ما الوليه تخرج بالبضاعه هي وجوزها. مش احسن ما كان اتقبض عليه الحمار ده؟ الايام دي البوليس مفتح عينيه قوي في المطار. خلي عيالي يسفروه ومن هنا ورايح مفيش تعامل مع جماعه بتوع اتشا دول. ماشي كلام. يلا بينا بقى نروح للراجل ومراته نستلم الامانه واحنا في حموتها. يلا يلا. وقف هنا حضن اكتر. البيت لسه في اخر الشارع. معلش الاحتياط واجب. طب بقول لك ايه يا صلاح؟ ما تخليك هنا وانا انزل اجيب منهم الشنطه. ايه؟ خايف عليا؟ مش قوي يعني، بس لا قدر الله لو جرى لك حاجه مين هيعكنن عليا عيشتي؟ ما تقلقش عمر الشاي باقي، راجع لك وهعكنن عليك عيشتك. الزبون وصل، كل استعد، حول. نفسي تكون معانا في المطار وتتفرج وهي عماله تضرب فيا وتصور وتقول لي اقول له تاخدني لحم وترميني عدن ينزلني مخصوص من الكويت عشان يطلعني وجوز عليا. بتوع الزمالك يهدوا فينا بجد عندهم البضاعه زي الحلاوه. برافو عليكم. اتفضلوا. ادي حقكم. انها جت على قد كده. الف سلامه ليك يا صلاح. الله يسلمك يا سعيد. ما تقلقش ده جرح بسيط. بس كده شافوك. يخلق من شبه 40 وانا عندي مليون واحد يشهدوا اني كنت سهران في اكتر من حته. واكيد لقطوا نمره العربيه. يا زهدي بيه ما تقلقش، انا كنت عامل حسابي. سعيد امبارح عمل محضر بسرقه العربيه. المهم الامانه وصلت في الامان. صلاح مالك يا صلاح؟ ولا حاجه يا الهام. هانم دي شك الدبوس. تصبحوا على خير. يلا بينا سعيد. ده انا طربقها على دماغك ودماغه. فوق نفسك يا هاني. مش عايز زي ده اللي يتنطط على كتافي وياخد من ايدي لقمه. ده انا زهدي. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. انت فاهماني كويس يا هانم. انا مش نايم على وداني. بصاته ليكي كل ما تتقابلوا. كلام كله بينقطع اول ما بتشوفوني. فوق نفسك يا هانم. صلاح ما ينفعلكيش يا برنسيسة. انت الظاهر تقلت في الشرب عشان كده بتخرف. مش انا اللي بخرف يا هاني. الظاهر انك انت اللي بتخرفي. حنيت القصد لك واشتقت النوم ترسبها. زهدي زعلتي ولا ايه يا برنسيسة؟ معلش كان لازم افوقك عشان ما تقعيش على بدور رقبتك. انت خسارة الكلام معاك. اذا كنت بتشك فيا طلقني. تصبح على خير. كنت قاعد بتعمل ايه في الغرزه؟ بشم هوا يا بيه. بتشم هوا ومعاك تربتين حشيش؟ تربتين حشيش يا بيه؟ دي حته بتعملها كلها ما تجيش حاجه لينا يا بيه. يعني هنتبلى عليك يعني؟ يا بيه يا بيه انتوا عارفين يا بيه لا عمري شيلته ولا تاجرت فيه. الكلام ده تبقى تقوله في النيابه. الحشيش اللي كان معاك متحرز والقضيه ما تخرش الميه. مؤبد باذن الله يا وحداني. بدعيه يا بيه دي قضيه ملفقه. بقول لحضرتك انا حته سمسار والاداره عارفه كده كويس. ما تتعبش نفسك معاه سامي. اترحل بكره على النيابه ومعاه الحرز. انتوا عايزين مني ايه بالظبط؟ انا هقول لك بصراحه.
عايزين صلاح عبد الراضي وحدها. كويس انك جيت معاك يا صلاح. ده من الرجالة كويسين اللي بنعتمد عليهم. مخزنجي قديم ومراية. اهلا. وهدان جايب لنا شغلانة كويسة من طرف الحاج عتبة. تروح معاه وانت عارف الباقي. انا جاهز. انت دايما جاهز يا صلاح. عشان بلعب على المكشوف. وده مطلوب يا زهدي بيه. يلا يا عم وهدان. الحمد لله على السلامة. نورت الشرقية. المعلم عفت السكري. قلت ايه يا معلم عفت؟ مش هعرف الكمية المطلوبة قد ايه؟ انت عندك قد ايه؟ عندي بضاعة يجيلها بتلاتة مليون. هشيلها كلها. وهتوزعها ازاي؟ ده شغل انا بقى. المهم حاسب كيلو البني بكام؟ بميتين الف. تبقى بتهزر يا معلم وبتضيع وقت. طب قول انت يا صلاح بيه. انا بقول نحسبه على 140. عندنا مصاريف كتير، سماسره ومخزنجيه ونقل وموزعين. قلت ايه؟ معلم عفت، معلم عفت. نعم. الو، انت اتجننت يا جدع؟ انت في حد يكلم المعلم عفت بالشكل ده؟ ده شغلي وانا حر فيه. انت تاخد حسنتك ومالكش دعوه بحاجه. طيب ده السوق عليا يا كلب. ايه يا معلم ده؟ هي ايه الحكايه؟ اقعد مكانك. زهدي الظهر عليه عجز وخاب، بيشغل معاه مرشدين. ما تخافش، مش هخليهم يقتلوك. اصل خساره واحد منهم يوسخ ايده بقتلك. سامحني النبي يا معلم. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك. انت بتسمع وتشوف وتتكلم، من هنا ورايح هتسمع وتشوف بس. اقطع لسانه. سامحني يا معلم، سامحني يا معلم. انت خساره تشتغل مع واحد زي زهدي. حضر فلوسك وتعالى شيل البضاعه. شرفت وانست. أنا اللي بدي الأوامر والتعليمات. أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنا زهدي، أنا الكل في الكل، الرأي رأي والشورى شورتي. زي ما عملتك أقدر أعمل غيرك. محدش ليه فضل عليا. دراعي ودماغي هم اللي وصلوني اللي أنا فيه. خلاص؟ كبرت يا صلاح عبد الراضي؟ وعلى مين؟ على زهدي؟ ضحك عليك عفة السكري؟ خوفك يا صلاح؟ أنا ما بخافش. وهدان هو اللي سافل وجبان. كان هيضيعنا، يستاهل اللي جراله. طبعا. ما انت بقيت معلم كبير. رايح تتفق على عمليه ب 3 مليون جنيه. تقدر تقول لي هتجيبهم منين؟ وهتوزعها ازاي؟ الفلوس تحت امري في اي وقت. يوم ما مايل على اي معلم هيدين اللي انا عايزه. والتوزيع شغلتي يا زهدي بيه. ولا عايزنا طول عمرنا نفضل شغالين على كيلو بودره متهرب رافع ولا لازق. انا بقول تفتح لنا كشك سجاير نقعد فيها احسن. الفلوس سعرتك يا صلاح، خلاص. بقيت تحلم بالملايين. واللي معاهم الملايين احسن مني في ايه؟ اللي يحب يعيش في قرنة لازم يمشي جنب الحيط، يحسب حساب كل خطوه كويس. انت ماشي في طريق نهايتك. انا نهايتي مرسومه قدام عينيا من يوم ما وعيت على الدنيا. مش اتلعب الراحه ولا ركبت لها طياره. نهايتي هي هي. سكينه في ظهري يا رصاصه في صدري. انا مش خايف من نهايتي، انما انت اللي خايف يا زهدي بيه. واللي يخاف في الزمان ده ما يعيش. عفت السكري مستني مني تليفون. هنشيل البضاعه سوا ولا تشيلها لوحدك؟ كمل، سكت ليه؟ انا لسه باقي على اللي منك. امشي في سكتك لوحدك يا صلاح. انسى انك عرفتني خالص. براحتك يا زهدي بيه. أنا بدأت أخاف يا صلاح. زهدي عينيه كانت مليانة غدر. يا ريته يغدر ويكشف على اللي جواه. ساعتها يعرف مين هو صلاح عبد الراضي. ما اكدبش عليك يا صلاح، أنا ما عادش بيجيلي نوم.
وانا في البيت عيني على باب الشقه، حاسس من لحظه والتانيه ان البوليس هيخش عليا. حتى اللقمة اللي باكلها بقى طعمها مر في بقي. احنا مش عايشين يا صلاح، دي مش عيشه. بقول لك ايه، انا مش ناقصك هتبقى انت امي. سعيد اوعى الخوف يتملك منك للضيع. مش قادر يا صلاح، مش قادر. لا هتقدر. افتكر نومة الرصفة والايام السوداء اللي عشناها وانت تقدر. افتكر الايام اللي كنت بتشتهي فيها اللقمة الحاف وانت تقدر. بص لامي واختي شوفهم عايشين ازاي وانت تقدر. انسى الخوف يا سعيد عشان تعيش. هسألك سؤال تجاوب عليه بكلمة واحدة، يا يا لا. في ايه يا صلاح؟ تتجوزيني؟ انت بتقول ايه؟ ولا لا؟ ساكتة ليه؟ ما بترديش ليه؟ لا يا صلاح. لا؟ ايوه يا صلاح لا. انت وزهدي حياتكم على كف عفريت، ممكن باللحظة والتانية تضيعوا. مع زهدي ما تفرقش، انه بالنسبة لي سجان، لكن انت لا، علشان بحبك. عشان بتحبيني ترفضيني؟ ايوه. مش عايز افضل عايشه معاك في خوف وقلق باللحظه اللي ممكن تضيع فيها قدام عيني. الهام انا محتاجك، ما تتخليش عني. ارجع صلاح اللي عرفته في بولاق، هتلاقيني خدمتك وبين ايديك. انتوا جرى المخوكوا حاجه؟ عايزين نرجع للفقر تاني ليه؟ اسيب كل اللي انا فيه وارجع صابي ترزي باليوميه تاني؟ يا ريت يا صلاح، يا ريت. على الأقل هتاخدني في حضنك وننام واحنا مرتاحين البال. أنا بحبك يا إلهام، بحبك. ما تخلينيش أضعف يا صلاح، صدقني اللي بقوله ده لمصلحتي ومصلحتك. إلهام! سبق قلت لك بص تحت رجليك، لا تقع في حفرة ما تطلعش منها. بتهددني يا زهدي؟ زهدي بيا كل لولا إني باقي على عشرة كنت كسرتها لك. سير الحي تلاقى يا صلاح يا ابن عبد الراضي. ده لو عشت لحد ما نتلاقى يا زهدي يا ابن نفيسه. اهلا صلاح بيه. اهلا سعيد بيه. الترابيزه بتاعتكم محجوزه بتاعت كل يوم وعليها ازازه الويسكي المضروبه برضو. ها مش معقول يا فندم. طب عليا النعمه لو كانت مضروبه لهزعل. كل حاجه دلوقتي. صلاح المحل بيقوم مفيش داعي للشوشات. صلاح كويس. حطي نفسك مكانه. انت ما تعرفيش انت تبقي ايه بالنسبه له. يا امل انت كل حاجه في حياه صلاح. كان دايما يحكي لي عنك وعن حبه ليكي. امل انت اطهر شيء في حياه صلاح، ومن حقه انه يخاف عليكي ويحميكي. يحميني من ايه؟ من واحد زي اللي كنت بترقصي معاه. انا بحبه. وهو بيحبك؟ ايوه. اللي كان بيعمله معاكي وانت بترقصه ما يقولش ابدا انه بيحبك او حتى بيحترمك. ارجوك حاسب على كلامك. معلش هي دي الحقيقة. كونه يسهرك لحد دلوقتي وفي مكان زي ده بيأكد انك بالنسبة له مش اكتر مني. ارجوك ما تكملش. انت حلوة واكتر من واحد يتمناك ويحبك ويخاف عليك. زي مين؟ كتير. اي واحد يكون له مستقبل، مش مهم غني ولا فقير، المهم انه يكون بيحبك بحق وحقيقي ويقدر يحميك. زيك كده. بقولك ايه، انا وصلاح اكتر من الاخوات، وانتي اخت صلاح. ارجوك يا امل ما تفهمنيش غلط. تصبحي على خير.
أنا ما عرفتش اسمك. سعيد. نتقابل في جهنم. ما تخافوش، اخلي زهدي يحصلكوا عشان يدفع لكم بقية حسابكم. احرق فصولك ويا مريك وعيش، ما انتش باقي دلوقتي، ما انتش باقي، بتموت تموت خطي ولا تنحيش، بدا الحريق والموت اخر الطريق. منو؟ 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 بلاش تلعب على الخسران، جاور السعيد تسعد. قلت ايه؟ منو؟ منو؟ كده احبك. راح في عيني ده يا الغبي ده. الله ينور يا رجاله. انزل رافع ايديك. ايه في ايه؟ دلوقتي هتعرف. هذا رافع ايه اللي بيحصل ده؟ حالا هتعرف. مش ممكن، مش ممكن، انا عمري ما شلته. والله ما وقعت يا زهدي، الاخباريه صدقت المره دي. زهدي انت لازم تيجي يا حاج. انا مالك يا زهدي؟ حتى لو عرفت ان كل الفلوس ضايعه وعلاج صدرك اتحط تحت الحراسه. مهما اللي كان بيننا، المفروض ان انا اقف جنبك. جنبي؟ ولا جايه تطمني على حريتك؟ جايه تشوفي سجانك وهو بيتسجن؟ انا خسرت كل حاجه يا الهام، وانت كمان من ضمن الحاجات اللي خسرتها. انا كنت عارف ان دي هتكون نهايتي في يوم من الايام، لكن امتى وازاي وبايد مين؟ ده اللي ما قدرتش اعرفه ابدا. ظهر عليا اني عجزت، كبرت. صلاح كان أسرع مني وأذكى، عشان كده هو اللي كسب. مبروك عليك صلاح، مبروك عليك سجانك الجديد. قاسي حتى وانت في محنتك. بلغيه على لساني انه بيلعب في دايرة مقفولة، النهاردة فوق وبكرة تحت. كفاية كده. زهدي هو البادي، وكان بيدي اقتله واتويه من على وش الأرض زي ما كان عايز يقتلني. زهدي ما يتزعلش عليه، وانا لسه عندي كلمتي، نتجوز يا الهام. وفتح عينيا في يوم ادور عليك ما لقكش جنبي. هأمن لك حياتك ومستقبلك. ازاي وانت نفسك مش حاسس بالامان؟ سكتك كلها ضلمه. انا نفسي اعيش مرتاحه من غير خوف. بين دراعات صلاح اللي بيحبك، ما تخافيش. يا ريت يا صلاح، يا ريت.
اطلبي منه الطلاق، ده حقك دلوقتي. سنة كنت برضه هستناك. براحة علي، أنا مش حامل الكلام الحلو ده. والله يا أمل بقوله من قلبي، حتى سأليني. اللي هو مين؟ قلبي. يا سبحان الله، تجنني. تصدقني أنا كنت فاكرك ما بتعرفيش تضحكي زي أخوك صلاح. يجنن يا سعيد يجنن. بس ده بقى ما يتمشى إلا بعربية وكومة المزات. أيوة، في دي بقى الخالق الناطق صلاح أخوك ابن عبد الراضي. ما تخافش، مش هقول لك اشتريهولي. من صغري وانا متعوده اني انزل في الاعياد وابص على البتارين واقول الشنطه دي بتاعتي، والفستان ده هو اللي هعيد بيه، والجزمه دي بقى هي اللي تمشي مع الشنطه والفستان. بس عمري ما عيدت لا بفستان ولا بشنطه ولا بجزمه جديده زي بقيه البنات. كل اللي كنت بعمله اني انام واحلم اني لابساه. بس لعلمك بقى انا كنت بنقي احلى موضات. اكيد. هو انت كنت دافعه حاجه فيهم؟ امل، انت عمرك ما حبيتي. وانا صغيره كنت دايما اسمع ان البنات اول ما تحب تقع في حب ابن الجيران. لكن تقول ايه للحظ بقى، انا الوحيده بين كل البنات اللي عمري ما حبيت ابن الجيران. ليه بقى؟ ان شاء الله ما كانش عندهم ولاد. لا وانت الصادق، احنا اللي ما كانش عندنا جيران. سعيد. يا عيون سعيد. انت بتشتغل ايه؟ دي حكايتي يا امل. كنت كاره الدنيا وبقول انها عنده معايا، ما كنتش عارف ان العيب فيا مش في الدنيا. لكن عارفه، عمرها ما ضحكت لي وزهزهت في عينيا غير يوم ما عرفتك. انا بحبك يا امل، بحبك يا مجنونه، والله بحبك. وانا كمان بحبك يا سعيد. بس هنعيش ازاي؟ ولا تشيل هم، انا واد لهلوبه وشاطر، اخطف القرش من حنك السبع بس بالحلال، عشان اخر الليل بعد ما نتعشى اخدك في حضني وانام مرتاح من غير خوف. نفسي ارتاح والاقي صدر حنين ارمي راسي عليه. اهلا يا سعيد. ايه يا ابني كل ده بتفرش البيت الجديد؟ صلاح مالك في ايه؟ انا جاي اقول لك اشوف وشك بخير. ايه مسافر؟ ما تتكلم على طول يا جدع. بصراحه بقى انا جاي عشان اودعك. تودعني يعني ايه؟ يعني صلاح، انا ربنا هداني عن سكه الموت اللي احنا ماشيين فيها دي. هتسيبني لوحدي يا سعيد؟ انت اخويا وصاحبي ودراع اليمين،
انت الوحيد اللي بحس معاك بالامان. غصب عني يا صلاح، عشان خاطر ما تحاولش تاثر عليا. انا ما صدقت ان حته العقل اللي جوايا زادت وربنا نور بصيرتي. صلاح، انا بحب، انا بحب الدنيا يا صلاح، وعايز اعيش زي بقيه الخلق، مش عايز اموت في الضلمه. ارجوك ساعدني اعمل معروف. اساعدك في ايه؟ في الجنان اللي انت بتقوله؟ هتعيش ازاي؟ هتشتغل ايه؟ اي حاجه، المهم اخر الليل احط دماغي على مخده وانام مرتاح. تبقى اتجننت؟ صلاح عشان خاطري تعالى معايا. اجي معاك فين؟ واسيب ده كله لمين؟ اسيب الفلوس والقوة؟ نسيت يا سعيد اللي كنا فيه؟ نسيت اللي عملوه الناس فينا؟ جاي دلوقتي بعد الناس ما بدأت تعمل لي ألف حساب؟ جاي تقول لي نبدأ من جديد؟ احنا دلوقتي معانا فلوس كتير قوي وممكن نشتغل أي شغلانة شريفة. طب قول لي، قول لي على شغلانة شريفة تكسبنا المكاسب دي كلها. قول. يعني مفيش فايدة. أشوف وشك بخير يا صلاح. ما تسيبنيش لوحدي يا سعيد، أرجوك. لا يا فوت سكت، لو وحشتك يبقى مر عليا. أشوف وشك بخير. وين الكلام؟ إيه حكاية الشرف اللي طلع لي فيها دي؟ في بينا اتفاق تاني يا صلاح. تاني وتالت ورابع، احنا متجوزين اكتر من 6 اشهر اهو. مستنيه ايه؟ لا انت فيك عيب ولا انا فيا عيب. ليه مش عايزه تخلفي لنا حته عيل يملى علينا البيت؟ هنتكلم في الموضوع ده بعدين. بعدين امتى؟ ناقصك ايه؟ محتاجه ايه؟ انت عندك لاي واحده في الدنيا تتمناها؟ قولي لي مستنيه ايه؟ قولي لي. تصبح على خير. وصلت الحاجة يا مصطفى؟ صلاح حريص وذكي جدا يا فندم، انما بطقطقة الودان قدرت اوصل لان صلاح بيعتمد في استلام وتسليم بضاعته على مخزن كبير من مخازنه، والحمد لله عرفت مكانه. عظيم. سامي، تراقب المخزن السري ال 24 ساعة وتغير المراقبة كل يوم علشان ما حدش يشك فيكم. وانت يا مصطفى خلي بالك من نفسك، صلاح مش سهل، واذا شك فيك هتبقى مصيبة. بسرعه وجهازه، مش عايزين حد يفلت من ايدينا. امال صلاح بيه فين؟ صلاح بيه لا بيسلم ولا بيستلم، بيخطط وبس. ماشي، الامانه دي بقيت عارفه البيت السكري، وليه امانه عندكم؟ جاهز. مالك يا صلاح؟ بتبص لي كده ليه؟ عايز اعرف ايه اللي جواكي. صدقني يا صلاح انا بحبك. بعمرك ايه؟ العيال اللي خلفتهم لي ومالين عليا البيت؟ وقت صدق يا صلاح، احنا في وسط الناس. انا ما يهمنيش حد،
ما يهمنيش حد انا. انا كل اللي يهمني يبقى اي عيل اشيله بالدراعات. صلاح ايه؟ مكسوفه يا برنسيسه؟ خايفه على راحه الناس؟ وانا اللي مغرقك في الذهب والالماس مش خايفه على راحتي؟ ساكته ليه؟ ولالهم قولي للناس ولالهم ليه مش عايز تخلفيني يا عيل؟ صلاح انت سكران يا صلاح. انا مش سكران. انا خلاص فاضيه. بعدين انت عايزه ايه اكتر من اللي انت فيه؟ انت ولا حاجه وبفلوسي هشتري الف زيك ومن بكره هرجعك للرصيف اللي جيتي منه. انا اللي مش هقعد معاك بعد كده ولا دقيقه. هرجع للشارع اللي انت بتهددني بيه. بس قبل ما اسيبك لازم اقول لك ليه انا ما كنتش عايزاك تبقى اب. لانك ما تنفعش تبقى اب. ما كانش ممكن اخلف لك عيل علشان لما يكبر ويسالني ابوه فين كنت هقول له ايه؟ ابوك خد حكم اعدام او حتى في السجن. تقدر تقول لي لو كنت خلفت لك عيل وكبر وراح المدرسه وزمايله سالوه ابوك بيشتغل ايه؟ كان هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم تاجر مخدرات؟ قاتل؟ انا كمان تعبت كل ليله بغمض عيني وانا مش عارفه اذا كنت حاسبه حلقات جنبي ولا لا. انا ماشيه وسايبه لك مملكتك يا صلاح. اسفه يا صلاح بيه. 60 دقيقه مش عايز حد. انا مش محتاج لحد. الظاهر انك شبعت وريحت يا صلاح. بطنك اتملت وعينيك غمضت. مش انا اللي يتقال له الكلام ده. البضاعه اللي وقعت امبارح وراح فيها رجاله من عندي ومن عندك كان وراها اخباريه. اكيد حد من رجالتك. يا ريت كانت هانت. عشان تعرف انك نايم على ودانك وبينضحك عليك خد. مش ممكن. مقدم مصطفى نوار من الاداره. سواقك الخصوصي يا صلاح بيه. العمليه دي هتقوم بيها بنفسك. ما تديش الامان لصبيانك في مسائل زي دي. وحديلك من عندي راجل ملوش قلب ونشانه ما يخيبش. فوق لنفسك يا صلاح. في لعبتنا يا تكون قاتل يا مقتول. مستني ايه؟ ما تطلع وراهم. انت اتجننت؟ ده معاه ابنه ومراته، ممكن حد فيهم يتصاب. ما ينصاب ولا يموت ولا يروح 60 داهيه. اطلع وراهم. انا مش ممكن اقتل عيل صغير. انزل برا. عايزكم تجيبوا لي خبره. اوعوا يفلت منكم. عايز البلد كلها تعرف ان عفه السكري وراه رجاله بياكلوا الحديد. واللي يخرج عن طوعه يبقى الله يرحمه. مفيش مفر الموت في كل النواحي في كل ثانية تغوي في كل ناحية. أبكي على روحي وأموت من نواحي ولا أواجه موتي بعيوني صحية. زمن البراءة ضاع يا دنيا ربية. وعشان أعيش لازم أحاسب وأقاتل. ومفيش وجود غير مكتوب عليا. وما قداميش غير أكون يا مقتول يا قاتل. ايه هنتكسف من اولها؟ ايه رايك بقى في عش الملابس الجميل ده؟
يا سعيد وحشتنا يا جدع. ازيك يا نجم؟ ايه يا مالك؟ معاك واحدة اديتها مشط من هيهم؟ مين يا سعيد؟ صلاح. صلاح كلاب. صلاح اديني فرصة افهمك. انا وامل انت وهي حكمتوا على نفسكم بالموت وبهدايا. صلاح اسمعني يا صلاح اسمعني. كلب جبان. لا يا صلاح لا. صلاح لا يا صلاح. يا ريت اقدر اقتلك بدل المرة. ما قلتليش رغم ان صاحبك واخوك ومحدش يعرفك اكتر مني مش عارف ليه رفضتني. عشان ما كنتش عايزها تعيش زينا عيشه مليانه خوف ولا تعيش زي امي في تربه صفيح. سعيد كان نفسي احقق لها كل اللي كنت بحلم بيه لنفسي. ايوه بس دي مش مقابله تقابل بيها جوز اختك في ليله فرحه. ما انت كمان فقعتني واحده. حقك عليا يا امل. مبروك مبروك يا سعيد. الله يبارك فيك. اقلي يا سعيد بأمل طلعها من هنا. طب انت صلاح هحصلكم بسرعه. تعالوا مستنيين ايه؟ انا صلاح عبد الراضي الوحش اللي ربيتوه. تعالوا يلا بسرعه. صلاح يا سعيد صلاح. كان يوم اكبر يوم ما عرفت قدامي خليني اطلعك من هنا قدامي. يلا كان يوم اسود يوم معرفة. ليه؟ بس خليك قريب مني. نامت نفسي ولسه ما جيتش قضيت يرش طريقك لونها.